الفتره بتاعت البدايات يا كابتن هاني وانت في ناشئين النادي الاهلي وتم تصعيدك، اكيد كابتن هاني رمزي يعني خبرات كبيره جدا سواء مع منتخب مصر مع النادي الاهلي في الدوريات الاوروبيه. ابرز نصايحك للناشئين في الفتره دي ان الولد يشتغل ايه ويعمل ايه علشان دايما يرسم نفسه هدف انه في يوم من الايام يكون موجود فريق الاول للنادي الاهلي او في الاحتراف او في منتخب مصر؟ لا يعني نصيحتي ليه انه اولا في عزة نصايح اكيد اكيد كلنا عارفينها يعني النصايح على مستوى الصحه العامه، على مستوى الالتزام كويس، على مستوى الالتزام داخل وخارج الملعب ده مهم جدا. الجزء الثاني الاهتمام بشكل كبير جدا كمان بال، عايز اقول لك كنت داخل قبل ما اخش كان في الدكتور قال جزئيات مهمه جدا، موضوع التغذيه موضوع النوم، يعني احنا عندنا دايما متعلمين مثلث الراحه تدريب راحه نوم او اكل والراحه والنوم دي ده مثلث او التغذيه والتغذيه مثلث مهم جدا. للاسف عندنا في حتى الثقافه العامه في مصر ما بتساعدش، بس بنهتم بالفنيات يعني انا بتكلم شوية على الولد نفسه يعني على عندنا موضوع السهر، الناس بتسهر كتير بتاكل بالليل متاخر الصحيان بدري ما فيش حد بيصحى بدري، لكن لازم يعلم نفسه يحط نظام لنفسه بشكل كويس يحافظ على نفسه بشكل كويس. وكمان لما نخش بقى على قطاعات الناشئين الاجزاء اللي مهمه جدا جدا اللي لازم نطور نفسنا فيها بشكل عام في مصر، يعني مش بتكلمش عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يمكن دخل وبدا يحط رجليه على المنطقه ديت لازم نمره واحد البنيه الاساسيه في ملاعب، اعتقد الملاعب دي موجوده بشكل اساسي بنيه اساسيه، كمان غرف تغيير الملابس الجيم بشكل مناسب، وحده الساونا والعلاج الطبيعي، بتتكلم على كمان قاعات الراحه للاعبين اللي هو ممكن الاستراحات لازم تكون بشكل مميز. الجزء الثاني ممكن يكون عندك قاعه ترفيهيه فيها الاولاد لو بيقضوا اليوم الكامل يبقى فيه ادوات ترفيه، في فيديو، في مكتبه كبيره من خلال المكتبه ديت بيشوفوا بطولات النادي الاهلي، عشان كمان نحط اكزامبل ونحط كمان موتيفيشن للولد. حتى وانت بتعمل الكلام ده بتبنيه بشكل علمي. ده نقطه مهمه جدا انك تاني يعني حضرتك وانت بتتكلم قلتها، حته ان دايما يتفرج على تاريخ النادي الاهلي ويعرف طبعاً تاريخ النادي الاهلي. طبعا دلوقتي العمليه بدات تقل عموما في كل الانديه، دلوقتي بقى كل الكلام عن المقابل المادي. النهارده لما انت حضرتك بتقول من الولد الصغير تزرع فيه ازاي يتعلم روح الفن الحمراء يحب النادي الاهلي طبعاً، ده يعني حاجات مهمه ده مهمه جدا. وخلي بالك الحته دي مهمه كمان للموتيفيشن، ما انت لما هيشوف النادي الاهلي، واحنا صغيرين كنت بتفرج على الكابتن محمود الخطيب واتفرج على النجوم الكبار فكنت بتفرج عليهم، فجاه بقيت في وسطهم بتديك موتيفيشن، حتى وانت بتعمل غرفه الملابس او الممر تحط فيه صور بطولات النادي الاهلي. وانت بتتكلم دي طبعا صوره الكابتن الخطيب وانا صغير، يعني بقول لك دي ذكريات جميله جدا جدا احنا مش هنساها. فبقول لك مهم جدا انك تحط الكلام دوت، ومهم جدا انك تهتم. وعايز اقول كمان الانديه لازم يهتموا بقطاعات الناشئين بشكل افضل من كده بكتير جدا، يعني لازم الميزانيه اللي تتحط لقطاع الناشئين تكون ضعف او ثلاث اضعاف الميزانيه اللي بتتحط دلوقتي، لان انت بتبني صح. ودايما البنى بيبقى أصعب كتير جدا انك بتعامل. للاسف معظم الاهتمام دلوقتي بقى كله بالفريق الاول، كل التوجيه وكل التمويل وكله للفريق الاول، حتى الملعب للفريق الاول، بالرغم ان عندك منجم ذهب تحت في كل الانديه، ما بتكلمش يعني النادي الاهلي ما شاء الله فيه اهتمام في بقاعده الناشئين، وخلال الفتره الجايه في تطوير اكتر من لجنه التطوير النادي الاهلي بالنسبه لقطاع الناشئين، لكن زي ما حضرتك بتقول الاهتمام لازم يبتدي من تحت. عشان مهم جدا مهم جدا طبعا صح. كل الصوره الفريق الاول ما فيش اي نقاش انك تهتم الفريق الاول، لكن انا بتكلم على القاعده العامه، على القاعده الاساسيه عندك ان قطاع الناشئين لازم يكون عندك حاجات كتيره جدا متوفره عشان تبدا تفرز او يبدا عندك مجموعه كبيره جدا من اللاعبين اللي تقدر تسوقهم حتى او تكسب منهم او حتى يكونوا يعني سبورت او يفيدوك على مستوى الفريق الاول. يعني انا شايف يمكن خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا في ناس طالعه، احمد ياسر ريان موجود ما شاء الله. يعني شفت التجربه النادي الاهلي عملها ازاي، عمليه الاعارات يعني ما شاء الله، كان احمد ياسر ريان وكان عندنا اكرم توفيق كلها لاعبين يعني صغار تحت السن وتم اعارتهم للانديه علشان يشاركوا ويكونوا في احتكاك قوي، وبرده يعني برده الهدف برده مادي، يعني مادي وفني الاثنين مع بعض. شفت التجربه دي ازاي؟ بص في قبل ما نخش في التجربه ديت في حاجات انا في وجهه نظر الشخصيه على الانديه وعلى اتحاد الكوره، في مرحله كده جيل ممكن جدا ما يكونش عنده مسابقه والنادي الاهلي او الانديه الكبيره بعد ما صرفت عليه بيبدا يروح منه،
زي 97 97 على سبيل المثال يعني اتحط في موقف ممكن يكون عندك 7 8 لاعبين كويسين بس ما تقدرش. كان كابتن جوهر الله يرحمه كان بيتكلم على دوري الامل. دوري الامل ده كان موجود في اوروبا على فكره، انا لعبت فيه، يعني بيكون في مرحله سنيه لو تقدر تشتغل، ممكن ما يتعملش كل سنه يتعمل، لان دوت مهم جدا للاولمبياد كل 4 سنين، فانت ممكن تعمله كل سنتين. ان عندك مرحله سنيه لما يكون عندك تاهيل للاولمبياد يبقى عندك تعمل دوري 23 سنه. 23 سنه ده دوري بيشارك فيه مثلا فريق الشباب وما زاد عنه، وبيبقى كمان مدعم ببعض اللعيبه اللي ممكن انت راجع من اصابه فبتلعب في الدوري دوت. يعني انا وانا بلعب في كازازلاوتن كنت اتعورت، فعايز اتاهل بشكل كويس واخش مباراه جديه رسميه. لعبت مع السكن تيم، لعبت مع السكن تيم يعني فاهم. فده كمان على المستوى التسويقي ممكن تسوقه بشكل كويس قوي، ممكن يتسوق، ممكن تلاقي 3-4 من الفريق الاول بيلعبوا مع الولاد، موتيفيشن للولاد ان هم يعملوا شكل شفتها كويس. شفتها انا كنت بعمل معايشه من كام شهر في نادي بايرن ميونخ، الفريق الثاني السكند تيم دايما بيتمرن مع الفريق الاول في نفس التوقيت في نفس المواعيد، الملاعبين جنب بعض وبيلعبوا نفس الطريقه ويعني بنفس الاسلوب، وعندك يعني الفريق دايما حتى المدير الفني بتاع الفريق الاول بيكون متابع بشكل كبير جدا فريق الشباب او الفريق الثاني. فدي تجربه ممكن جدا على ممكن اتحاد الكوره ينفذها من خلال الانديه، يكون على الاقل كل سنتين، لان في اجيال كده حظها وحش ان يقول لك خلاص مالكش دوري والكلام ده بيبقى قبل بدايه الدوري، المواهب بتضيع منك والانديه بتخسر يعني الانديه بتخسر. لكن طبعا تجربه الاعراض دي مهمه جدا، ودايما بقول ان يعني الملف في قطاعات الناشئين ممكن يدار بشكل افضل في كل مراحل الناشئين في مصر، ان تدار بان اولا لازم يتضخ فلوس بشكل افضل، بنيه اساسيه بشكل افضل، السكولارشيب ممكن تتعامل بشكل او باخر، لان في ولاد ممكن يكون فنيا كويس قوي لكن اهله خايفين على التعليم فممكن يفقد دي ودي. يعني عايز اقول تجربه سريعه كده، واحنا طبعا اتفضل. يعني انا كنت من زمان، كان في ايام كنت مع منتخب الشباب ايام في 2008 2009 تجاربك ما شاء الله في تجربه ناجحه مع منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي كمان. يعني انا شفت حاجه كده، كان منتخب المانيا تحت 14 سنه كانوا جايين مصر وكانوا في عندهم مباراه في امبي، كانوا بيلعبوا في امبي فانا رحت اتفرج، وكان احنا عندنا تمرينه بعديهم فرحت اتفرج، فلقيت يعني لقيت المنتخب المانيا عندهم تحت 14 سنه عندهم حد بيصور المباراه فيديو عندهم واحد دكتور علاج طبيعي وعندهم جهاز فني كامل، وكمان جايبين معاهم مدرسين، مسفرين المدرسين معاهم مدرسين للمناهج التعليميه علشان الولد لو هيقعد 10 ايام او اسبوعين هيكون المدرس طالع معاهم. يعني بقول لك الاهتمام بكل الديتيلز الصغيره ده مهم جدا، وبالتالي هيبقى عندك كمان. يعني احنا دايما بتصادف ان انت عندك اجيال وبعدين تختفي فجاه وبعدين يظهر اجيال جديده. أيوة. ولما تكلم بعض المدربين يقول لك الولد طالع عنده 20 21 سنه حتى التكتيك الثقافه التكتيكيه مش موجوده. هي دي بترجع بقى لحته انه بيهتم بالجوانب التعليميه. النهارده لما اللعيب يبقى مثقف هيبقى مثقف داخل الملعب، مدرب لما بيديله نصايح مثلا سريعه بسرعة. هتلاقي خلاص من غير مدرب بمجرد اشارات فهم هو عايز، المدرب عايز ترجع برضه لثقافه دي حته تعليميه، وكمان حته ان كمان تطوير مدربي قطاع الناشئين ده مهم جدا جدا يا اسامه، ان الناس هي اللي بتبني هي اللي بتطلع، يعني الناس اللي بتبني كمان لازم نهتم بيهم. من يعني ايه رايك يا كابتن هاني تجربه النجم النهارده بطل كوره اخده اشغله في مدرسه الكوره؟ مدرسه الكوره دي النهارده انت بتبني بقى الاساس من مدرسه الكوره والبرامج، هل مستحب ولا النهارده النجم الكبير ده انه النهارده يبقى في شهادات في دورات في معايشات، يبقى خاصه مع كل سن العمليه بتختلف شويه؟ ما فيش حد بره بيشتغل في قطاعات الناشئين ايا كان اسمه كبير ايه غير لما بيمر بدراسات معينه. تمام، الدراسات لازم مهمه الاول، مهمه جدا، لان انت 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 اللي بتبني. وبعدين في دراسات انت بتدرس بقى مدرسه الكره دي ولد من سن كام لكام، المرحله دي محتاجه ايه، محتاجه ايه تغذيه، محتاجه ايه تدريب، محتاجه ايه معامله نفسيه. كل مرحله يعني اعتقد من سن 5 سنين ل8 سنين ده ليه مرحله وليه تارجت معين، يا دوبك جاست فور فان. يعني ما تلاقيش عمرك مدرب مثلا قطاع ناشئين بره في اوروبا بيقف يزعق مثلا للولد يعني او بيبدا يعنفه لان ده بيحطه تحت ضغط.
المطلوب من قطاعات الناشئين ده ممكن مع المراحل 15 16 17 تبدا في نوع من انواع مش الشتيمه او الزعيق، لكن نوع من انواع مش منافسات. انت بتحبب الولد في اللعب. يعني حتى الجزئيه ديت للاسف برضو بتبقى موجوده عندنا. كمان ثقافه مجالس الاداره اللي ماسكه قطاعات الناشئين تختلف. لان المدرب يلاقي نفسه ان انا مطلوب ان انا اخد بطوله الجمهوريه، وممكن جدا عشان اخد بطوله الجمهوريه ما اجيب واحد من السن الاقل او الاكثر كويس شويه. لكن التارجت دايما لقطاعات الناشئين انك بتبني جيل بغض النظر على البطوله. البطوله مهمه، لكن ما الاهم هو الاهم ان لاعب الفريق. يعني انا عندي مدرب قطاع مثلا تحت 15 سنه ممكن يطور فرقته فنيا وتكتيكيا بشكل مميز جدا، وممكن يطلع منه اربع خمس لعيبه، ولا يروح ياخد بطوله جمهوريه تحت 15 سنه وما يطلعليش. يعني